لكل اللي عم بيتابعونا ولكل اللي انضموا لنا هلا بشكركم على اختياركم محطة الاو تي في وبرنامج يوم جديد لتبلشوا نهاركم معنا ومع كل المواضيع اللي بدنا نتناولها مع ضيوفنا واللي هي من وحي طبعا ترددات انفجار المرفأ وايضا الوقاية من كورونا. وطالما نحن على أبواب أغلاق تام ابتداء من يوم الجمعة، بنرجع نحن وياكم للمشهد اللي ما رح يغيب عن بال حدا لا صغار ولا كبار، وترك أثار نفسية صعبة علينا جميعا. يمكن مش هلأ رح تبلش تبين، رح تبين بعدين. خلينا نشوف الأطفال الأولاد اللي عانوا ما عانوا أكانوا بمكان الانفجار أو وصل تردداته لألون على بيوتهم، على عيالهم، على شوارعهم، على سياراتهم، على أملاكهم، أو حتى الأبعاد من خلال الشاشة الصغيرة اللي كانت عم تنقل بكل تفاصيل وقائع هالانفجار ومآسيه الصعب كتير. كرمال هيك رح نتحول مباشرة عبر سكايب لدكتور نيكول هاني، معالجة نفسية وأستاذة جامعية، لنتلقى اتصالات المشاهدين حول هيدا الموضوع، كيفية التعاطي مع أولادهم، كيف عم بيردوا على أسئلتهم، أي سؤال هيك كعيهن ما لاقوا له جواب. بركي بنقدر هيك نتعاون مع دكتور نيكول هاني اللي بصبحها بالخير. أهلا وسهلا فيك دكتور، والحمد لله على السلامة. بونجور إلي، الحمد لله على سلامتك. يعطيك ألف عافية. ميرسي، الله يعافيك. دكتور، كمعالجة نفسية وأستاذة جامعية، مرحلة العلاج النفسي عند البالغين، عند المتقدمين بالعمر أو عند الصغار أصعب من غيره، ولا هي ذات العلاج علاج شو ما كان عمره الإنسان؟ اللي نحن بدنا نقول أنه انفجار بيروت هو شكل صدمة كبيرة عند الكبار والصغار، وهالشيء اكيد حيأثر على حياته على المدى البعيد، ان كان عند الصغير ولا عند الكبير. نعم. اكيد بهالصدمه اللي صارت الكاتيجوري اللي بتتاثر اكثر هن الصغار بين 6-7 سنين، والكبار السن الاكثر شيء هن يلي معرضين لهالصدمه اللي عشناها. والكبار هي فجعه كبيره، هي بصمه محفوره بقلب كل واحد منا. قبل ما نبلش منحب نعزي أهالي الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للكل، ونحن كمعالجين نفسيين موجودين للدعم النفسي مجاناً لكل العالم اللي عندهم أي نوع من هالاضطرابات اللي عانوا بهالانفجار ببيروت. يعطيكم ألف عافية والله يزيدكم محبة وعطاء، وهيدا بدل على نفسية كريمة. دكتور نيكول هاني، سؤال هيك قبل ما نفوت بصلب الموضوع وناخد مداخلات المشاهدين على 01-491-702، كمعالجة نفسية أنت كمان لاحق هيدا الأذى؟ يعني أنت متشحة اليوم بالسواد عم بتطلي معنا، بنبرة صوتك في حزن، في أسى، في وجع، قديه كمان قادرين تعمل حصانة لحالكم لتقدروا تنقلوا هالعزاء أو الإيجابية اللي مفروض يعني تقدموها لكل شخص بيستشيركم أو بيطلب مساعدتكم وأنتوا حزينين؟ ليك إلي، هي القصة، هي أنا كمان يعني ما رح كون أنا بالواقع، أنا بنت الأشرفية ورحنا أكلناها وكتر خير الله، ما حدا متأذى، ما حدا صار له شيء، تنفدى بالأشياء، بنطلق من حالي أكيد، لأنه اللي صار شيء كتير بوجع، شيء كتير مؤلم. لو معالجة نفسية بالنتيجة أنا إنسان، وبالنتيجة عندي أحاسيس، وبالنتيجة عندي مشاعر، هلا رحنا أكيد للغير بنقدر نساعد، بس تكون على ثقة يا إلي، بس تكون أنت بموقعك وأنت كل الشغلة ومزعوج فيها، كمان أنت بحاجة لكمان أشخاص هن يساعدوك. يعني نتيجة رحنا اللي بدي أقول لك إيه، رحنا بنرجع كوننا كإنسان بالنتيجة، كل إنسان عنده وجعه، وكل إنسان عنده ألمه، اللي صار هي شيء كتير كبيرة، وهالعوارض اللي صارت الصدمة عم بتأثر على مزاج كل إنسان وعلى تفكير كل إنسان يا إلي. صحيح، إن كان كبير ولا صغير. يعني طيب. دكتور هاني، يعني شو أكتر شي بعرف، يعني المشهد كله هزنا من لحظة الانفجار لحد يوم امبارح ولحد اليوم عند تشييع شهيد وضحية جديدة، بس أكتر مشهد هزك شو كان؟
انا راح احكيك على الارض. انا اكثر مشهد هزني هو انت، هو اللي بشوف على التي في مش مثل ما بشوف على الارض. اللي نعم. على الارض غير شيء، بهزك انه هالعالم يلي فقده ولادها، هالولاد اللي عم تبكي، هالعالم يلي ميتة قدامك على الطريق، هيدا الضايع، هيدا يعني بتحس في اشياء كتير يعني ما لا توصف. اللي على الارض اللي غير الحكي، حكي هين، بس وقتها بتشوف الاشياء قدامك كتير صعبة، كتير مش شوي يعني فريما. وقتها بنحكي تروما، هي هي التروما. يعني الانسان بيوصل يا الي بعدم قدرته انه يتذكر الحوادث، يعني بتقشع الحادث بعدين تقول انا لا هذا فيلم، هذا مش مزبوط. نعم. يعني طيب دكتور، كتار عم بيقولوا انكتب لنا عمر جديد، نشكر الله، لأن اللي خاصة بمحيط المرفأ والأماكن المتضررة أكثر من غيرها، يعني المشهد مخيف. هيدا العزا لما منقول انكتب لنا عمر جديد، أو اللي ربنا معه ما بعرف، ما بدي فوت فيهم، لان مش معقول يعني الضحايا اللي استشهدوا كمان ربنا مش معهم، ما بدي فوت بهيدي الامثال. أكيد انكتبنا عمر جديد إلي، بالنتيجة كتر خير ربنا واللي كاتبه الله ما في منه مهرب. وبالنتيجة مثل أنا عم بعطيك إكزامبل، رحنا راحت الأشياء اللي ما حدا نتأذى، راحت أشياء شو بقول المادية. مادية بتتعوض، بس نعم. الروح ما بتتعوض. يعني أكيد هينا نشكر ربنا على كل شيء، على كل دقيقة أو كل ثانية. بالنتيجة الحمد لله على السلامة. كمان مرة دكتور، خلينا نفوت يلا ما في بصلب الموضوع، الأولاد كيف فينا نتعاطى معهم؟ وأنا بدي أنطلق من حادثة هلأ بعد شوي بتكون معنا، عم بيسألوا أسئلة كتير الأولاد، وبهالفئة العمرية اللي حضرتك حددتيها، يعني بين الستة وسبعة، 8 سنين، 9 سنين. اليوم الأولاد اللي عاشوا هيدا الخوف، يعني سمعوا الصوت، تخبوا، أهلهم ضمون، هربون، أو تهدم بيتهم، واللي قاعدين بعاد بمناطق كانت آمنة عن الانفجار، بس تردداتها المعنوية والنفسية أصابت الجميع بكل مساحة لبنان. مزبوط. ليك اللي رحنا اهم شيء هلا تنقدر نساعد، اللي بدنا نعمله بدنا نجرب نعطي مثل ارشادات للاهل، كيف معقول يقدروا يتعاملوا مع اولادهم لهالاطفال، كيف يساعدون مع هالصدمه اللي عاشوا فيها بسبب هالانفجار. نعم. وثاني شيء لازم كمان ننوه لهالكبار، ما هن كمان كيف معقول يقدروا يساعدوا حالهم ليخففوا على حالهم وطئه الصدمه. صح. نحن بنعرف شغلة انه الاهل هن لازم يكونوا بهالوقت هيدا هادين ورايقين مع اولادهم. هلا نحن عم نقول هادين ورايقين، ولا واحد منا هادي او رايق، بس نحن واجباتنا نقول هيك لانه الاطفال هن بيتعلموا ردة الفعل من اهلهم. يعني نتيجة الولد 6 7 سنين قاعد بده يطلع باهله، بتصرفات اهله، خوف اهله. مشان هيك بهالحالة نحن بنطلب من الاهل، لانه هيدي اكثر عمر برجع بقول لك اللي تاثروا فيهم هن العمر الصغار والكبار السن. بالعمر الصغار نحاول نضمهم اكثر، نعطيهم عاطفه زايده اكثر، يعني الاهالي يحسسوهم بالامان، لانه من بعد هالصدمه في كثير اولاد بيصيروا معلقين باهاليهم اكثر، كما انه في اولاد بيصيروا منطويين على حالهم ما بيقعدوا يحكوا، كما انه اكثر في اولاد بيصيروا يتصرفوا بعدائيه. وكثير مهم يا الي نتجنب ما نخليهم يشوفوا هالمشاهد والحوادث المؤثره وقت يكونوا حدنا، ونجاوبهم بصدق، لانه الولد بهالعمر بيسألك شو صار. كثير نعم. مهم نخليه نحكي له القصه، ما فينا نقعد نألف له. يعني ما فينا نيجي نقول انه هدول العاب ناريه صارت، لا لا، بدك تشرح له وبدك تشوف شو عم بدور براسه، شو تساعده يستوعب شو اللي عم بيصير، من دون ما ندخل بالتفاصيل الدقيقة. يعني منوضح لهم الحادثة، لأنه التفاصيل الدقيقة الكتيرة معقول تأثر على حياتهم الشخصية. نعم، خاصة أنه يعني الصور بمتناول الجميع، إن كان على السوشيال ميديا أو الفيديوز اللي عم نتنقلها من تليفون لتليفون، المشاهد والنقل المباشر الحي، البث المباشر. تعقيبا على الكلام اللي قلتيه دكتور نيكول هاني، كنت عم بحضر تغطية لإحدى الشاشات التلفزيونية المحلية، عم يحكوا مع بي وزوجته، يعني
بي وام واولادهم بالاوضه الثانيه المهدمه، يعني بعدهم قاعدين عم بيسمعوا الاهل شو عم بيحكوا عن خوفهم، انه كيف بدنا نعيش الاولاد، شو بدي اقول لابني، شو بدي اقول لبنتي، ما في عندي سقف، الحيطان مهدمه، بيتنا بطل بيت. واذ بيجي صبي بهيدا العمر بعتقد بيغمر الام وبصير يبكي بيقول لها ما بدي ضلني هون. صرت اقول له لا حبيبي، عم نسمعنا امام الكاميرا، تقول له لا ما تخاف نحن رح نظبط ورح نعمل. يعني كيف فينا نقدر نعطيه معلومتين، وحدة بتجيب نجورة لإلنا نحن الكبار، وحدة عم ترجع تعطيه أمل؟ ما هيدي هون الصراع الاهل، لانه اليوم الاهل قديش هن تعبانين وهيك، بس بنفس الوقت بدهم يفكروا باولادهم، لانه الولد اللي بهالعمر هو بهمه امان، بهمه انه اهله يكونوا حايطينه، اهله يكونوا مش عتلانين هم. والولد في شغله انه عنده قدره على التكيف والتاقلم مع تغيرات الحياه الخاصه، وهو بيتاثر كثير باهله بهالفتره، مشان هيك كثير مهم نسالهم شو حاسين للاولاد بهيدي الاوضاع، ونساعدهم يعبروا عن مشاعرهم واحاسيسهم، ونكون على طول على سماعهم، شو ما سألوا على طول نردهم، ونحافظ على الروتين الطبيعي للولد، يعني من نومه وأكله ووقته، ونخصص لهم وقت للعب، لأنه كمان هن هلأ بعرف أنا عم بطلب إشياء، بس أنه هيدول هاو لازم ينعملوا للولاد، لأنه لا. حرام أنه بعدين حتأثر عليهم. نخصص لهم وقت للعب أو شوية نشاطات جسدية، ما نبعد عن أولادنا كتير بهالمرحلة هلأ، يعني إلا وقت الضرورة، لأنه في كتير أولاد هلأ يا إلي كتير عم بخافوا، يعني في أولاد بخافوا من الصوت العالي صاروا الصوت أو تفضل دكتور هاني. يعني معنا اكزامبل حي، رح نجرب هيك نعمل هاللينك بيناتكم. طبعا نحن عم نسال الاسئله حضرتك بخبرتك، لان بتشوفي كثير حالات، ونحن مثل ما كنا عم نسمع ومثل ما كنا عم نشوف، وعنا اصحاب عندهم اولاد عبروا عن اللي عبروه. رح ناخذ مداخله مع ريتا جميل على التليفون، بتمنى هيك تسمعيها وتركزي، لان من خلال ريتا وتعاطيها مع ابنها، هلا بنتاكد قد ايه عمره، والاسئله اللي سالها اياها شو جاوبت ريتا، وإذا مزبوط اللي جاوبته أو بأي طريقة كانت لازم تجاوب. حاضرة معنا؟ إيه أكيد أكيد. أوكي ريتا بونجور. صباح الخير إلي لألك وللدكتور، بس في عندي تعليق صغير، يمكن هلأ العالم بيقولوا كيف إلكم نفس تقولوا صباح الخير، نحن أبناء الرجاء وعطول بدنا نتفائل بالخير. صباح الخير لك. صباح النور دكتور. أي نعم. سمعت ريتا شو قالت؟ الصوت شوي بعيد عني. كانت عم بتقول انه قالت صباح الخير، وقالت هلا في ناس بيقولوا لك اي خير عم تحكي عنه، وين في صباح الخير وين في مساء الخير؟ قالت هي انه نحن ابناء الرجاء، قد ايه الايمان بيلعب دور حتى نتخطى هيدي المصيبه؟ اكيد اكيد اللي بالنتيجه الانسان دائما لازم يفكر لقدام، ما في يضل عايش بالمصيبه وعايش فيها، بده يفكر لقدام، يوم اجت المصيبه بس كمان شو الاكت اللي بده يعمله، شو بده يفكر كيف بده يتصرف. لانه اليوم تعرف اذا ضلينا حاطين الياس بدك تضلك عايش بالدوامه اللي انت فيها، دائما الانسان على طول عنده امال وعلى طول عنده ايمان، اكيد هيدي الشغله معروفه. نعم دكتور بدي منك بليز يعني عن جد ركزي، واذا يعني ما سمعتي كامل الحديث برجع انا بقول لك اياه. ريتا خبريني قد ايه عمره جو ابنك وحيدك؟ نعم جو عمره 10 سنين. 10 سنين. نعم. بأي منطقة ساكنة ريتا؟ نحن ساكنين بالأشرفية بأوتيل جو. نعم. نحن نسبيا كنا قراب شوي يعني. نعم. حوالي الساعة 6 يعني شو كان وضع البيت؟ شو كان عم بيعمل جو؟ أنت وين كنتي؟ نحن كنا عم نشرب قهوة، جو كان عم بيلعب بألعابه، الحياة الطبيعية كانت إنه عايشين عادي بقلب البيت. نعم. فجأة بنسمع صوت غني، اول انفجار. نعم. ما اخذنا واعطينا، قلنا يمكن شي دولاب كاميون فقع او شي، ما اجى ببالنا. نعم. فايته انا على الصالون وبيطلع الانفجار الكبير. نعم. وبشوف جو راكد وعم بيصرخ وعم بيبكي. لوهلي انا استرجعت ايام الحرب، وقت اللي نحن خلقنا وربينا بالحرب. نعم. راكد جو عم بيبرم بارضه وعم بيبكي وبقول لي يا ماما انا بعدني صغير ما بدي موت، انا بعد ما عشت شيء بهالحياه. هون انا عبطته رغم انه كنت منهاره، عبطته وصرت اقول له ما تخاف يا ماما، ما تخاف يا ماما، هيدا شيء قطع، الحمد لله نحن كلنا منيح، ما حدا صار له شيء.
كتر خير الله ماما، بدي اياك تروق قطعت، وما بدي اياك بقى انه تنفعل بهالطريقه. هلا هو عم بيعمل رده فعل طبيعيه، يمكن انا ما كنت بوضع انه اقدر روقه، لانه انا حتى انصدمت وتفاجأت وانهارت اعصابنا. نعم ريتا خليكي معي لنشوف. نعم. يعني بعد 15 يوم تشوف شو بعده عم بيسال. بدي اتحول لعندك دكتور نيكول هاني، سمعتي اختبار ريتا لما طلع الانفجار ابنها صار يركض بالصالون، هيدا الشيء اللي استوقفني وهزني وطلبت من ريتا انه تعطينا شهاده هالحياه على الهواء. قال لها ماما هو عمره 10 سنين، قال لها انا بعدني صغير ما بدي موت هلا، ما بدي موت هلا، وهو عم بيركض حضنته. وسمعت الباقي اللي قالته ريتا؟ اي نعم اي نعم. ليك إلي اكيد، لانه اول شيء هيدا الهلع والخوف، وبعدك ما تنسى كمان غير قصه صوت الانفجار يلي هو اكيد هيدا الصبي نقز وعمل تروما قويه، ما كمان كان خايف من موت الكورونا، لانه هيدا الولد كان عايش كمان بالفيروس، بيعرف انه كمان انه في خوف من الكورونا. دونك رحنا لنا نفكر انه هالولاد ما ستريس كله بلشت من المدارس من الاونلاين للكورونا للانفجار، يعني الولد خلص صار صحيح ما كان الوضع طبيعي يعني على الكل. صحيح، يعني مشان هيك قال ما بدي موت. يعني احنا اول ريفلكس وقت بقول الولد، لانه في فاكتور قبل ما ديجا هو هالصبي 10 سنين يعني عمر المراهقه واعي كثير منيح وعارف انه ديجا في الفيروس يلي هو كمان خايف منه، اجى الانفجار قال ما بدي موت. هلا في شغله انا بحب اقول اياها للمدام، اللي تصرفته اكيد بدها تعبطه وتقول له، بس رحنا ما فينا نقول له ما نخاف، لا رحنا بدنا نقول له انا كمان خفت اللي صار هيك، بس طبيعي الواحد يخاف، انه نحن لازم نحس انه انت خفت طبيعي تخاف يلي صار، لانه هالشيء صحيح شيء بخوف. يعني دائما نحن نطمنه للولد على الحاله اللي عم بتصير فيها، مش ما تخاف. هلا هي حرام قالتها ما تخاف بطريقه انه ما صار شيء كتر خير الله طلعنا طيبين كثير منيح، بس هو من المستحسن للولد اكيد نحسسه بالامان ونقول له انا حدك، نحن هون حدك، انا كمان خفت على اللي صار، وطبيعي الواحد كثير يخاف، هيدي كثير من نقطة لي. نعم خلينا نشوف معك ريتا، يعني بعد مرور 15 يوم تغيرت أسئلة جو؟ يعني صار عنده هيدا الاطمئنان هيدا الهدوء النسبة إذا صح الوصف؟ لا بعد 15 لا بعد عنده سؤالات، بعد عنده مثلا إذا سمع شباك طبش أو باب طبش بينقذ بخاف، أنا بطمن بقول له يا ماما هذا باب هذا شباك، حتى بقعد بخبره ماما نحن مرقنا بحرب كمان 15 سنة ونحن كنا صغار وكنا نسمع هيدول كلهم وكنا نتخبى ومرقوا علينا كثير كثير يا ماما، بس على طول بدنا نطلع لقدام انه بكرة احسن. انا عم جرب طمنه، هلا انا مني معالج نفسي. نعم نعم. وانت بتعرف يعني حتى الصدمة اخذت وقع كبير على الكبار كمان، نحن انه نحن جيل حرب. صح صح. فعم بقعد ما فيني عم حاول اني اتعامل معه وانه طمنه انه بكره جاي الاحلى. نعم. هيدا شيء مرق، هيدا شيء صار، نحن مرقنا كمان بحرب وكنا صغار كنا بعمرك وكنا نروح من مين لمين تحت القصف تحت الرصاص. ريتا عم بينام منيح؟ عم بينام لحاله بينقز بالليل؟ بيتقلق بالليل، بيتقلق ايام بيقوم الساعة 3 بيقوم الساعة 4 بيدور التلفزيون بيتقلق، بحس عليه انا يعني انه من يعني مش بحالة طبيعية كولد انه مفروض يكون عايشة، يعني عنده هالخوف وانا ما يعني انا ما بحاول اني سكته. نعم. بقول له خليه يحكي، لانه طبيعي الولد لمين بده يحكي؟ بده يحكي لاهله، بده يفضفض لاهله، بده يقول لهم هو شو عم بحس، لانا قدر المستطاع اني اقدر ساعده بالامكانيات اللي انا بعرفها. نعم. يلي ممكن انه غريزه الام هي تعطيها لابنها. صحيح. خلينا نشوف خليكي معي ريتا، خلينا نشوف دكتور نيكول هاني. يعني شغله سليمه مثل ما تصرفت ريتا انه تخبر كمان عن حياه عاشتها بفعل الحرب، عن مشاكل الحرب، عن جرائم الحرب، تنقلها لابنها حتى تخفف عنه ضغط هالانفجار والخوف من تردداته، من الصوت، من الدمار، من الدخان، من التشييع، من الضحايا، من الأشلاء، من الجرحى بالمستشفيات، من الأماكن المهدمة.
ليك إلي إيه ليك نحن وقت بلشنا حديث قلنا إنه كتير مهم رحنا نخبر الولد إن يعني نقعد نتحاور معه. اللي عملته المدام إن شاء الله كتير منيحة، إنه ضروري تتحاور معه، بس برجع بقول لك من دون ما نفوت بالتفاصيل الدقيقة تبعهم، نعم. يعني تفاصيل بالحادثة كيف وكذا. لا يمكن هي قالت له إنه في حروب وكذا، لازم يعرف إيه، لأنه الولد بهالعمر لازم يعرف، بس مش ضروري نفوت بالتفاصيل اللي كتير بتأثر فيه، لأنه يمكن هالشيء يأثر على قلت لك على حياته الشخصية. بس سؤال، أنا بس ما سمعت لي هالصبي عمل شي عوارض غير اضطراب النوم؟ ما سمعت من المدام قطع شي بعوارض؟ ريتا، مرق شي جو بعوارض غير اضطرابات النوم والأسئلة والاستفسار عن اللي صار؟ لا أبداً لا أبداً. يعني طيب كثير ريتا، عندك شي سؤال للدكتور نيكول هاني تطرحي علي؟ لأن بدي يعني أطلب منها للدكتور تعطينا هيك طريقة انطلاقا من اختبارك مع ابنك، كيفية التعاطي، شو السؤال الصعب اللي ما عندكم جواب لإله، كيف لازم نجاوب، كيف لازم نعزل حالنا عن الحالة النفسية اللي عايشينها، ونقدر كمان نعطي هيدي الحماية والأمان للولد. بتحبي تسألي شي سؤال؟ لا، اللي قالته الدكتور كافي، ميرسي كثير لها. ويمكن انا عم بتصرف بطريقه شوي مثل ما كانت عم تحكي الدكتور، انه انا عم ساعد ابني بهالموضوع. نعم. هذا يعني عم بيكون في تواصل دايم انت وياه، وبرواق اثنيناتكم عم تتعاطوا مع بعضكم من دون اي أكيد. عصبيه. اكيد 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 نعم اكيد. ريتا أكيد. الله يحميكم ويخلي لك جو ويخلي لك عيلتك يا رب، وامك واخواتك وزوجك، والله يحميكم ويحمي كل أهالي المنطقة. شكرا لك ريتا جميل. دكتور، يعني انطلاقا من اختبار ريتا، شو الأسئلة الصعبة اللي أوقات يعني بيطرحها الولد وهيك بتخلي الأهل، الأم أو البي أو مطلق فرد أكبر منهم يتلعثم ويرتبك بالجواب؟ ليك إلي هلا، أول شيء اللي عملته المدام ريتا كتير منيح، إنه هو أهم شيء هو الحوار مع الولد. يعني الأم قدرت سيطرت على وضعها، وقدرت سيطرت على الخوف والرعب، وقدرت تحاورت مع ابنها. هو إمتى الولد بيتلعثم؟ وقت الأهل ما بعودوا يقدروا يتواصلوا مع الولد، يعني وقت الصدمة بتكون قوية عند الكبار لدرجة إنه هالأهل الأم والبي ما بعودوا يقدروا يحكوا ولا يقدروا يعبروا. وهالولد وقت يشوف هالأهل بهالطريقة حيتلعثم، حيخاف، حما يعرف شو بده يعمل. هون تأثير بيكون أكتر شيء تأثير على الولد، لأنه نرجع بنقول نحن أنه الأطفال هن بياخدوا ردة الفعل من الأهل، مشان هيك كتير مهم الأهل هن يتحاوروا مع الولد. هلأ شو الأسئلة الصعبة؟ يمكن يقول له مثلا، يمكن في يقولوا له شو صار، شو هيدا، شو اللي مين، ليش ميتوا العالم، ليش بده ينشرح، بده ينشرح اللي برجع بقول لك بطريقة اللي صار. أكيد برجع بقول لك ما في تيجي تقول مثلا إنه هيدا الانفجار هو صوت ألعاب نارية، لا، ما فينا نكذب على الولد، وما فينا نستخف بالمشاعر، وما فينا نجي نقول له أنت ما تخاف ما صار شيء، لا ما فينا، ولا فينا نرعبه. بدنا نجرب قد ما فينا نعطيه الأمان، نعطيه الاطمئنان، نقول له رح نحدك، وبالنتيجة هالشيء اللي صار صار على الكل، وبدنا نحسسه بالأمان اللي هي تنطلق من صورتنا نحن كأهل، نحن كيف منتصرف. نعم. دكتور، في عندي سؤال ورد ما عم يطلع على الهواء عن ولد كان عم يلعب ما قبل الانفجار، وصححوا لي إذا بتريدوا، بلحظة الانفجار يعني بعد الانفجار بعشرة أيام من متابعته للتلفزيون، صح؟ ما حضر، عمره 4 سنين، ما حضر تي في، بس أكيد سمع من أحاديث الناس وهيك. شو صار عنده عوارض؟ بضل يحكي إنه صار في هزة أرضية وعالم مجروحة ودم عليهم، لعبوا هيدي اللعبة. إيش إيش يعني اللي ما شافوا بالواقع عم بيشوفوا بالألعاب؟ كثير اولاد بيعملوا هيك، صح؟ عمره 4 سنين. ايه، شو العمل؟ الاهل وين؟ عم تسمعيني دكتور؟
إلي اسمعني شوي، ليك في هيدا العمر 4 سنين، بهيدا العمر إيه هيدا الشيء أكيد صح صار. بعمر 4 سنين الولد ما بيقدر يعبر كتير، إلي بيصير يعبر بتصرفاته أو بيعبر بطريقة لعبه. فهو اللي صار في كتير أولاد بيصيروا يلعبوا هيدي اللعبة وبهالطريقة، لأنه بالنسبة لإلهم الولد بيصير يسرد القصة وبصير هالدماغ يستوعب شو اللي صار. يعني هو أكيد أكيد سمع وأكيد شاف، وعقد ما هو استوعب دماغه بصير يلعبها. بس هون رحنا وجبتنا وقتها هالأهل شافوا هالوضع يقعدوا مع الولد ويفهموا منه، يعني يقولوا له شو عم بتشوف، شو عم بدور براسه، يساعدوه تيستوعب هالشيء. بس برجع بقول لك بطريقة، يعني مثلا إذا مثل ما أنت عم بتقول إنه شاف دم وشاف قتلة وهيك من يوم عمر 4 سنين، بدك تشوف بأي طريقة شاف الدم، بأي لعبة عم بيلعبها شاف الدم. يعني هون ضروري دخول الأهل على هالقصة. بس هي شيء كتير طبيعي، الولد في ولاد 3 4 سنين أكيد من خلال اللعب، وفي ولاد إلي ما بيحكوا. من هون ساعتها بنقول للأهل إذا ما حكيوا وحسيناهم كتير متضايقين فينا نطلب منهم يرسموا، ومن خلال نعم. الرسم بيقدر الولد برضه يعبر نعم. يعبر، يعني بصير نسأله. صحة صحة دكتور. ميرسي خدي 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 كباية مي من حديك. مضبوط. على مهلك على مهلك. صحة. يعني اللي قلتيه كثير مهم دكتور. بدي انتقل لحاله ثانيه، وبرجع بذكر انه رقمنا مفتوح لتطرحوا اي سؤال على دكتور نيكول هاني اللي اصلا حطت حاله بتصرفكم، ما هيك دكتور؟ اكيد اكيد. يعني اسئله واجابات مجانيه، يعني بكيفيه الاتصال فيكم ويعني اخذ هيدي الاستشاره عند اي موقف صعب مع الاطفال. طيب الاطفال اللي فقدوا ابائهم او اخوه وهن صغار، طيب ونحن منشوف أوقات بركة تنوجع حالنا زيادة منجيب الولد على الدفن بعمر بيكون كتير صغير، إنه ما بيكفي. يعني هيدا الوجع الشامل إذا بدك، من الانفجار للضحايا إلى 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 لهالتوتر بالبيت، مش عارفين المفقود. يعني الضحية للأسف الله يرحمهم، في منهم أخذت أيام وأيام 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 لنعرف شو مصير أبنائهم، وكل شيء عم بصير قدامهم بالبيت. مظبوط إلي، ليك هذا السؤال كتير مهم، كتير مهم. إذا صار في وفاة بالعائلة من قريب أو بعيد، لازم نقول للولد، ما فينا نخبي عليه، ما فينا نيجي نكذب عليه، لازم نفسر له عن الموت، ولازم يشارك ونحكي القصة الحقيقية. لأنه ليش؟ لأنه تنخلي هالولد يقدر يعبر عن مشاعره وحزنه، هو كمان مثلي مثلك، هو كمان بده عنده مشاعر وحزن. هلا أنت يمكن تقلي إنه أنا طب شو بدي فوته على الكنيسة، بدي يشوف الدفن، بدي يشوف هيك، بس هو بالنتيجة تيجي انت اذا ما عيشته هالشي، ما هو حيتخبط اكتر واكتر بينه وبين حاله. هو لازم يعيش، اذا توفي له حدا لازم يعرف بالموت، لازم يعيش الحقيقة، ولازم نفسر له. اكيد التفسير بيكون على كل عمر حسب عمر معين للولد، ما فينا نخفي ابدا على الولد ولا نكذب عليه. هيدي او مثلا في كتير اهل كانوا قبل ما يصير الصدمات اذا توفى حدا ما يقولوا له، طب ما هالولد بحس، بيشوف البكي، بيشوف لبس الاسود، بيشوف، ما هيدا الولد عايش. ما بنفكر الولد، بنقول عايش بعالمه، بس الولد بحس على كل شيء. مشان هيك كتير من اللزوم انه الولد نحكي معه، نحاوره، نشرح له. وبرجع بقول لك بطريقه تبقى يعني نقدر نخليه هو يعبر عن مشاعره وحزنه، كثير نعم. مهم يعبرنا عن حزنه الولد، ان شاء الله طيب. كثير مهم. دكتور نيكول هاني، يعني فيك تعطينا امثله كيفيه الحوار بدها تكون مع الولد؟ يعني شو هن المصطلحات اللي لازم نقولهم؟ أكان يعني بموقع الانفجار أو عم بيتابع من خلال الشاشة الصغيرة وخاف، أو كان عنده يعني ضحايا وشهداء بعائلته أو ببيته؟ يعني ليك إلي هلا اذا بدنا نعمل بريف سريع، اهم شيء انا برجع بقول لك هي اهم شغله، بدنا نبعد شوي عن الشاشات. يعني هلا بالاشياء اللي عم بتصير، لانه ما كثير يكون هلا هالصبي شاف وهالولد شافه وقطعت الصدمه، على طول لازم اذا بهالعمر اللي هن بيصيروا يسالوا الاهل، والاهل لازم على طول يجاوبون وعلى طول يضلون على سماعهم. يعني بالرغم من نحن بتعرف انه هلا العالم تعبانه وكثير هيك عايشه بمأساة، لانه نحن اذا بدنا نفوت بالكبار
الكبار اللي ما كمان لازم نحكي شغله بارانتيز انه هالكبار كمان ما هن كمان عندهم تعصيب كثير قوي، لانه هن كمان الكبار. انت هلا يا الي ما بتحب تفش خلقك لحدا، بتصير تفش خلقك وخوفك وقلقك وغضبك، ما انت كمان بحاجه. فهيدا الولد الصغير هو بحاجه انه كمان يفش خلقه. مشان هيك رحنا اهم شيء انه شو ما يقلنا الولد رحنا نكون على سمعه ونجاوبه، وبالنتيجه على طول نطمنه انه نحن حده، نحن ما رح نتركه. وحتى لو تهدم البيت لما ناخذ الاشياء او الاشياء، بالنتيجه كله بيرجع بيتعمر. المهم نحن حدناك ورحنا بنحبك. ونجرب برجع بقول لك ما نبعد كثير عن الاولاد بهالمرحله هلا، لانه الولد لو شو ما صار هيدي التروما بدها وقت، يعني بالنتيجه بده يضله عايش بخوف. برجع بقول لك وانا اكيد في كثير اولاد ما عم بيناموا وحدهم، في كثير اولاد عم بيناموا والضو مدوي، في كثير اولاد عم بخافوا من الصوت العالي صاروا اكثر. خلقت لهم قلق، بس مش معناتها انه هدول العوارض ما بتروح، بالعكس هدول العوارض بتخف. وبس اكيد نحن من المستحسن بنقول اذا ضلت هالعوارض وصارت تاثر على حياته اليوميه للولد، هون ساعتها لا، من الضروره ساعتها انه يشوف معالج نفسي. بس انه اليوم بالنتيجه مثل ما قالت المدام ريتا قبل شوي، لازم نضلنا نحاوره للولد، نساله شو حاسس، نساعده يعبر عن مشاعره عن احاسيسه، نطول نكون على سمعه، نكون ردي لكل شيء هو بيساله، ونخصص له ربع ساعه للتواصل العاطفي اللي على طول الامان. مش هيني ام تدمرت حياتها تواسي ابنها. انا عم بطل اللي عم بطلبه يمكن صعب، بس بالنتيجه بهاللحظه لازم يكون همها هي ابنها. طيب دكتور سؤال، بالعادة يعني الأهل يرضوا أبنائهم أو يعني يتركون يعملوا هن أشغالهم وما يكونوا الأولاد عائق قدامهم، شو ما بيطلبوا منهم بيقولون أوكي أوكي خدوا تكرم عينكم. هلأ بهيدا الظرف كمان يعني شو ما طلب الولد حتى ناخد منه هيدا استرس ونخليه يعبر، يعني شو ما طلب، ألعاب أو يروح إلى مكان معين أو يأكل أكل معينة، من قله إيه ولا نظام الإيه ولا الممنوع والمرفوض بطل له اعتبار بهالظرف الاستثنائي اللي عم نعيشه؟ يعني النظام بحد ذاته، يعني النظام نظام اليومي للحياة. ليك قلي الولد هلا ما بده انه تقول له خذ لعبتك وروح، لانه الولد ما بده هيك هلا. الولد بده يسمع، الولد بده يعرف شو صار، الولد بده يعرف شو الحاله اللي فيها، الولد بده يشوف امه اذا بعدها زعلانه، الولد بده يشوف بيه اذا بعده مرتكب ملبك ولا لا. كثير مهم مثل ما قلت لك انت، مثل ما قلت انا، انه نخصص لهم الروتين الطبيعي للولد، يعني تنظيم وقته، يكون عنده تنظيم للوقت، للنوم، للاكل. ويعني بيقدر هني لا مش خد لعبتك وروح وبلا ما تحكي، لا نخصص لهم، برجع بقول لك نخصص لهم ربع ساعه للتواصل، بنلعب معهم او نشاطات جسديه او اشياء عاطفيه. فينا نخصص لهم ربع ساعه او نص ساعه بالنهار رحنا كاهل نكون مع اولادنا، بخصوصا بهالظروف اللي عم نقطع فيها يا الي، ولا الا الاولاد عن جد عن جد حتتاثر اكثر واكثر. نعم. هلا هيك العلاج الضروري لازم ينعمل للاهل تجاه اولادهم. دكتور قلت شغلة كتير مهمة، انه ممكن يعني تصير حالة دايمة مع الولد وتتفاقم يعني بكل مرحلة عم يتقدم فيها بالعمر ومع نمو الجسدي والفكري والعقلي. شو هو جرس الانذار؟ يعني شو هي المظاهر اللي بتخلينا نشك انه لا، حالة الولد بطلت حالة طبيعية، بطلت قصة قلق، بطلت قصة يمكن عدم الشهية على اللعب او على الاكل، او يضل يمكن متمسك بولدته مثل ما قلتي له، او يضطر ينام على لمبة مضوية؟ أكيد إلي اليوم نحن أهم شيء بعد الصدمة إنه منشوف إنه عوارض. العوارض نحن لازم نلاحظ إذا هالولد صار عنده نوبات غضب كتير قوية أو وجع رأس، وجع معدة، وصار عدائي، صار منفعل كتير، صار تبول لا إرادة، ما عم بيعرف، صعوبة بالنوم، خوف من العتمة، قلة تركيز، كوابيس بالليل، أو تعلق زايد بالأهل مثل ما حضرتك قلت، وهالشيء أثر على حياته، يعني ما عم بيقدر، ما المود في تبعه ما قدر يكفي فيها، لا هون ساعتها هيدا ألارم كتير مهم، وهون من الضرورة ساعتها توجه عند معالج نفسي للمساعدة، لمساعدة الأهل ومساعدة الولد يقدر يقطع. بس هيدا إذا حسينا إنه تفاقمت الأشياء. العلاج النفسي أهميته إنه اللي عنده مشكلة نفسية هو يحكي ولا هو يسمعكم شو بدكم تقولوا له؟
عم تحكي قصدك كولد إلي عم تحكي يعني مطلق مطلق شخص، يعني أنا عندي مشكلة نفسية، علاجي شو بيكون؟ إني أقصد يعني صاحب اختصاص احكي 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 فضفض الأشياء اللي ممكن ما أقولها لحدا بحياتي، أو إني اسمع المعالج النفسي شو ممكن يعطيني من تعليمات أو من نصائح أو من خارطة الطريق حتى أطلع من الحالة اللي أنا فيها؟ ليك إلي لا ليك، رحنا كنا عم نقول شوي عن الكبار إنه الخطوات اللي بتساعد الكبار يخففوا من الوطأة. هلأ رحنا كبار، رحنا بنسمع للأشخاص اللي بحاجوا يحكوا. هلأ أنت إذا حد حاجة يحكي معك ما بتسمع له؟ بتسمع له، بس رحنا كمان لازم نحترم الأشخاص اللي منا قادرة تحكي. في أشخاص منا قادرة تحكي وهالشي بأثر عليها، يعني منا قادرة تحكي لإلي أو تحكي لغير شخص بتقلك خليني روح أحكي لمعالج نفسي يمكن برتاح، يمكن بضلني إنه هيدا شي سكري بروفيسيونيل ما حدا بيقدر يعرف. صحيح. بس رحنا بهالصدمة وبهالأزمة اللي عم نعيشها كتير مهم رحنا ككبار، معلي رحنا خلينا ننوه شوي على الكبار، كتير مهم نحنا ككبار نعبر عن مشاعرنا لبعضنا، يعني كتير تنخفف على حالنا، كتير مهم نعبر عن خوفنا وغضبنا وقلقنا لأنه هالشي كتير بيساعدنا، ونحافظ كمان على نومنا وأكلنا. وأنا أكيد إنه ثلاث أرباع العالم ما عم بيناموا، يعني أولهم أنا عندي اضطرابات نوم، بس هالشي لازم نشتغل عليه. ليه؟ لأنه بيساعدنا لنحافظ على الطاقة لنقدر نتعامل مع هالكارثة، وما نلجأ للتدخين ولا للكحول، وما ناخد أدوية أو مهدئات من دون استشارة طبيب نفسي، لأنه بتعرف أنت الكبار هلأ عتعصيبهم بصيروا يلا ياخدوا مهدئات بقلك بركي بروق. وأهم شيء معلي نوهنا شوي بالكبار لأنه حرام هن الكبار يلي أكلينا كمان، أنه كثير مهم إذا حسوا بعوارض جسدية مثل فقدان شهية، أوجاع بالجسم، اضطراب بالنوم، شعور بالحزن، بالغضب، بالانفعال، أو في عالم تستعيد ذكريات مؤلمة من الحادث أو كوابيس أو شعور بالذنب. في كتير عالم اللي عم بيشعروا بالذنب بعدم قدرتهم على إنقاذ غيرهم. نعم. صحيح صحيح، صدقني هيدي أكتر شيء عم بتأثر عند الأشخاص. وهون ما ننسى ساعتها إنه هيك عوارض، لا نحن لازم نعرف نقول للكل إنه إذا حسوا بضغط نفسي في حاجة ماسة للمساعدة، ما ننسى يتواصلوا مع الخط الوطني الساخن. صحيح صحيح، وخاصة نحن على أبواب أقفال عن جديد دكتور، يعني اللي أتيت على ذكره كتير مهم إنه ثانك يو لأنك عطيتي حيز للكبار، لأن الضغط النفسي وأنا عشت هيدا الاختبار بيصير في عندك ضيقة نفس، بتصيري ضايعة، بتعمل ستريس لحالك أكثر، هل يا ترى لاقت كورونا؟ هل يا ترى مصير يعني عطل النفس ناخذ الحرارة؟ مصير نتجنب الأشخاص، بدنا نعقم، بدنا نرتاح، لأن السترس كله بيعمل ضيقة نفس، كيف حال إذا كان عندنا هيدا السترس المضاعف؟ فيعني لازم الجميع ينتبه. رح أخذ آخر مداخلة هاتفية دكتور نيكول هاني، بدي منك تركزي معي لنقدر نعطيهم جواب وننهي لقاءنا مع حضرتك كمعالجة نفسية وأستاذة جامعية. ألو صباح الخير. ألو صباح الخير. يا هلا تفضلي. معك نسرين، بدي أسأل كرمال بنتي الصغيرة عمرها 3 سنين. نعم. بنتي الصغيرة أكلتها مثل صدمة من الانفجار اللي صار، ما بقى عم تاكل مثل قبل، عم بيصير عندها وجع معدة، ما عم بتنام مزبوط، عم تستفرغ، بدها تضلها معي على طول، ما بدها تفلتني ولا دقيقة، كرهت البيبروني، كان بعدها عم تاخد بيبروني يعني حليب، بطلت تشربها، ما بقى بدها تشرب حتى بالكباي، بتخاف من الهواء، الهواء بس تشوف الهواء البرادي، الهواء بتحط ايدها على عينيها بتخاف. نعم. من الاصوات كلياتها. مدام يعني ساكنين قريب للمرفق؟ نحن عالرينج. عالرينج، يعني سمعت الصوت اكيد بلحظتها، يعني اكلت هيدي النقزة مثل كلنا اكيد. كانت مسطحة على الصوفة عم تاكل البيبروني ودفش الهواء ووقعت. واو. حتى عورت شوي اجريها بس. أوه. ضربات خفيفة. خليكي معنا مدام تشوف اذا الدكتور عنده شي سؤال تساله. وبتسمعينا من التلفزيون هيك بشكل اوضح. فاذا دكتور هاني سمعت المدام بنت عمرها 3 سنين كانت على الصوفة عم تاكل بيبرون، طلع الانفجار، من بعدها صار عندها وجع معده، صار تستفرغ، ما بقى تاخذ بيبرون الحليب حتى بالكبي، ما عم تقبلها، ما عم تاكل، ما عم بتنام، عم بتخاف من اي شيء عم بيلوح بوجهها، بردايه اذا طلع الهواء، بتخاف اذا طبش شيء. عندك شيء بتساليها اياه قبل ما نعطيها كيف لازم تتصرف معها او نحلل هيدي يعني نشرح هيدي الحاله؟ اوكي بطلت معنا المدام، فاذا خلينا ناخذ جوابك دكتور هاني. شكرا.
ليك إلي هيدا اللي صار شي كتير طبيعي، لأنه هيدي نقزة كتير قوية للولد، وفي كتير أولاد بيعملوا ميتيس ما بقعدوا بيحكوا، عرفت كيف؟ بيصير خلص بهالعمر، لأنه بنت 3 4 سنين كتير مهم وجود أمها حدا، نعم وتضلها حيطتها كتير أكتر ما يمكن، وتضلها ترجع تعيشها لحياتها الطبيعية، يعني مثلا تنتبه لأكلها، تنتبه لنومها، تلعب معها، لأنه يوم من الوقت حترجع تحكيها، حتقلها اللي سمعته شو هو، حترجع تقلها إنه اللي صار هي صار انفجار قد عمرها بده ينحكى، وتقول لها مثل ما انت خفتي كمان نحن خفنا، من يوم الولد بدك برجع بقول لك، عم برجع كرر لك اياهم، بدك تتماشى معه وبدك تفهم منه. هلا هيدي البنت عملت خوف وعملت وجع، بس هيدي البنت ما قدرت عبرت، برجع بقول لك نعم بعمر 3 4 سنين يا بيعبروا باللعب مثل ما حضرتك بس انت قلتوا. حضرتك دكتور دقيتي جرس الانذار اذا في وجع او اذا في وجع معده واذا في هيدي المشاكل معناتها بنروح لعلاج متطور اكثر. وحضرتها قالت المدام انه عندها وجع معده وبتستفرغ وما عم تتقبل الاكل. عم تتقبل الاكل، يمكن بدنا نشوف قديش الوقت اللي هلا، هل يا ترى صارت قد ايه صارت قاطعه عليها؟ قطعت ال10 ايام، قطعت ال15 يوم، اذا قطع 10 15 يوم ايه بنحكي بهذا الموضوع، بينما نعم اذا هلا لها يوم ويومين لا بدها تنطر المدام. طيب دكتور في اطلب منك تتابعي مع المدام، كيف هي تتواصل معك؟ بتعطيها الرقم وبتتواصل معي. اوكي مدام بدي عزبك ترجعي تتصلي فينا بوقت البريك حتى نعطيكي رقم تليفون الخاص بدكتور نيكول هاني معالجه نفسيه واستاذه جامعيه. طبعا هيك بيكون الاتصال بيناتكم اوضح، بتقدري تطرح عليها الاسئله اللي بدك اياها، وبتخبرك هي بشكل واضح كمان كل المراحل اللي مرقت فيهم من حين الانفجار من 4 اب لليوم نحن 19 اب. دكتور انا بدي اقول لك كمان مره الف الحمد لله على السلامه، الله يحميكي. الله يسلمك، ميرسي. وشكرا على كل شيء، يعني مساعدات نفسيه عم تعطوها للناس، وبتصور يمكن ما في حدا الا منه بحاجه لها. اهلا وسهلا فيك دكتور نيكول هاني، مدام كمان اللي اتصلت فينا، بتمنى كرمال حاله بنتك اللي عمرها 3 سنين تحكينا بوقت البريك حتى نعطيك رقم دكتور نيكول هاني وتتواصلي معها. واكيد اذا حدا عنده اي استشاره مثل ما دكتور هاني في كتار كمان حطوا نفسهم ومهنتهم وعملهم بتصرفكم ومجاني.